بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد وعدد خاص من برنامجكم الأسبوعي اليد العليا خير. في هذه السهرة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون موضوعنا خاصا في هذا العدد على غير عادتنا في المواضيع أو في البرامج أو في الأعداد الماضية. ففي هذه السهرة بإذن الله تبارك وتعالى سنعالج موضوعا تحدث عنه كثيرا في هذه الأيام بمناسبة طبعا واحتفاء عالمي لهذا الموضوع. موضوعنا سيكون عن المرأة منبع الخير والتواصل. المسلمة في صغرها وفي طفولتها قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها، فإذا كبرت كانت المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء ولا ألسنة بأذى ولا أعين بخيانة. وإذا تزوجت فبكلمة الله وبميثاق غليظ، فتكون في بيت الزوجية بأعز جوار، واجب على زوجها إكرامها. وإذا كانت أما كان برها مقرونا بحق الله جل وعلا، أكرمها وكرمها الإنسان فتركت بصمات للخير أو بصمات الخير في المجتمع. عن مكانة المرأة في الإسلام، عن نبذ الإسلام لكل أشكال وألوان الإهانة للمرأة، عن بصماتها في فعل الخير وصناعته سيدور حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. فابقوا معنا إلى ختام الحلقة. بإمكانكم أيضا مشاهدين الأعزاء التواصل معنا عن طريق أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة بعد قليل من حين إلى آخر. باسمكم يسعدني ويشرفني أن أستقبل أساتذة الأفاضل الأستاذات الذين سيفيدوننا في هذه السهرة. أبدأ على يميني أستاذة الفاضلة أستاذة رشيدة قادري، مرشدة أسرية وممثل عن جمعية حرية للمرأة الجزائرية. أهلا وسهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على استجابتكم للدعوة. شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا بك المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا أستاذ. أرحب الأستاذ إلياس مزغيش، ممثل عن الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ندى. أهلا وسهلا بك أستاذ إلياس. مرحبا بك. العفو، شكرا جزيلا لكم. أستاذة الفاضلة، وجه من وجوه القرآن، من وجوه قناة القرآن الكريم، شهرزاد عزوزة. أهلا وسهلا بك أستاذة شهرزاد. مرحبا بكم. طيبة لك طه لضيوفنا وأيضا للأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. أستاذنا الفاضل أستاذ يحيى بوشابو، أيضا وجه من وجوه قناة القرآن الكريم، مرحبا بكم أستاذ يحيى. أهلا وسهلا أخي أستاذ طه، حياكم الله والأستاذ الكريم والأستاذات الفاضلات. مرحبا بكم. إذن حديثنا مشاهدين الأعزاء في هذه السهرة سيكون عن موضوع مهم جدا، المرأة منبع الخير والتواصل. كما ذكرت بإمكانكم التواصل معنا في هذه السهرة. لعلي في هذا الموضوع أستاذ يحيى أبدأ معكم تأصيلا لهذا الموضوع، ونستهله بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. من الحكمة من هذه الوصية التي أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج للحياة. هذا المنهج منهج رباني، أي الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كي يبلغه للناس ويتخذونه في حياتهم منهجا. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المنهج كانت البشرية تعيش على واقع فيه كثير من الظلم ومن الفساد. ومن الظلم الذي كان في واقع حياة البشرية ظلم المرأة. فقبل الإسلام كانت المرأة تظلم كثيرا، فجاء الإسلام ليرد للمرأة حقها، ليرد لها حقها في التكريم وحقها في المساواة الإنسانية كإنسان، هي كامرأة والرجل كرجل، كلهم لآدم ولحواء. فلهذا جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لأن العرب في زمن الجاهلية وغير العرب حتى العجم كانوا يظلمون المرأة، ومما كانوا يظلمون به المرأة
أن المرأة كانت تعد كمتاع البيت، إذا توفي الرجل تورث المرأة كما يورث متاع الرجل في بيته، هذا من ظلمها من حيث اعتبارها شيء من الأشياء في حياة الناس. فلهذا جاء الإسلام ليكرم المرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال النساء شقائق الرجال، أي هم كذلك بشر خلقهم الله، خلقهن الله عز وجل ولهن كرامتهن، وليس فيه معادلة أيهما خير، الرجل خير من المرأة أم المرأة خير من الرجل، وإنما الخيرية للتقوى سواء كانت في الرجل أو المرأة، إن أكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم، لا فرق بين الرجل والمرأة عند الله سبحانه وتعالى إلا بتقوى الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج يغير نظرة الناس للمرأة، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مصدر السعادة في الحياة. ربما هذا يتناسب مع عنوانك الجميل الذي اخترته للحصة، أن المرأة منبع الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها من مصادر السعادة، فقال صلى الله عليه وسلم من سعادة الرجل المرأة الصالحة. فلهذا الإسلام كرم المرأة بأشكال كثيرة، ربما مجلسنا هذا سيعطينا الفرصة لنوجه كل هذه الأشكال التي كرم بها الله عز وجل والإسلام المرأة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم على هذا الاستدلال المهم جدا في موضوعنا. لعلي أنقل يعني ما ختمت به إلى أستاذة شهرزاد، حقيقة كرم الإسلام المرأة، أين يتجلى هذا التكريم؟ هي أهم صور التي يمكن أن تذكر في مثل هذه المواقف. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة ونحن نتحدث في موضوع ضخم كهذا، دائما أقول أن فتح موضوع يتعلق بالمرأة هو موضوع شاسع جدا، لا يمكن بحال أن نجمع أطرافه، ولكن أنا يعني لو نعيد الكلام كل مرة نتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة، مظاهر التكريم كثيرة جدا، كرمها أما، كرمها زوجة، كرمها بنتا، كرمها في كل يعني مراحل حياتها، وأوصى بها يعني توصية عظيمة جدا، وربما كثير من الناس يعرفون مثل هذا الكلام. وقلت بأن يعني الله تبارك وتعالى عندما يعني أنزل من فوق سبع سماوات تكريم هذه المرأة، هو أراد بذلك أن ينصفها في مجتمع كما كان يقول الأستاذ عاش بعقول نوع ما يعني اعتذر على اللفظ لكن متحجرة، والحجر على المرأة هذا من عهد النبي بدأ في عهد الصحابة ومشى أطوارا 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 إلى أن وصل إلى عهود. المرأة في أوروبا تقدمت إلى درجات عالية، وبقيت المرأة هنا تعاني من كثير من عقول شبه مغلقة، ولذلك اليوم يكثر الحديث عن مثلا المعاملة السيئة للمرأة، عن الحجر على المرأة، معركة غريبة نقلت من أوروبا إلى هنا بين الرجل والمرأة، مع أن الإسلام يعني وضع علاقة الرجال بالنساء في قالب جد جميل، جد راق، قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن علاقة جد راقية، علاقة جد سامية، وهي الولاية وما تقتضيه بماذا من التناصر والتعاون والمحبة. لماذا يا رب العالمين؟ لينجزاني مهمة ضخمة عظيمة جدا، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان زوجان داخل البيت، سواء كان يعني أساتذة إلى غير ذلك داخل المجتمع، مهمة عظيمة تجعل من المرأة ترتقي في اهتماماتها عاليا، وتجعل الرجل أيضا يرتقي عاليا. وفي تصورنا في أي موطن تكون المرأة تشارك الرجل يعني داخل البيت كزوجين أو خارج البيت أو غير ذلك، أظن عندما يشتركان في أهداف سامية لا مجال للحديث بعد ذلك عن العنف، لا حديث عن قلة الاحترام، لا حديث، لأن الاشتراك في الأهداف السامية تجعل النفس دائما عالية. فقلت إذن تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، سواء كان في القرآن الكريم أو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذة. قبل أن نواصل ممكن في حديث عن الجمعية، ممكن حديث عن جهودها، عن الخير في، ولكن أود أن نبقى في هذه الإشكالية إن سمحتم لي، أن نتحدث عن لماذا اليوم أصبح المسلمون يتحدثون عن هذا الموضوع. هل هو كما ذكرتم أستاذة هو حديث أو هو مخططات غربية، صح التعبير، هو مخلفات غربية، أم أن المشكل حقيقة لدينا مشكل في واقعنا؟ لابد أن نفرق
بين منهج الإسلام في التعامل مع المرأة وعادات المسلمين في التعامل مع المرأة من الواقع. نعم، في بعض الأحيان سوء فهمنا للدين، في بعض الأحيان تصرفات لا علاقة لها بالدين، ما نراه من مظاهر تعنيف المرأة أو سوء معاملتها في بعض بلاد المسلمين في بعض الأزمنة في تاريخ الأمة الإسلامية، هذا لا علاقة للإسلام به، إنما هو عادات وتقاليد مجتمعات ابتعدت في تصرفاتها عن منهج الإسلام. وهذا الذي وقع للمرأة في بعض البلاد الإسلامية وقع أشد منه في البلاد الغربية، يعني قديما وحديثا، يعني إلى قرون قريبة ليست بعيدة تعقد مؤتمرات في أوروبا يناقش فيها هل المرأة إنسان أم شيطان، هذا يعني حيوان، يعني هذا يناقش على مستوى التصور. المجتمع الغربي إلى الآن رغم ما يدعيه من تطور لا يزال يتعامل مع المرأة على أنها متاع، متاع دمية للإغراء، هذا يعني تشوف يعني ما يستعمل في الإشهار في التسويق إلى غير ذلك. فالمجتمع الغربي لا تزال نظرته دونية للمرأة، لا يزال في تعامله مع المرأة لا يكرمها، لأن الزوجة في الغرب لابد أن تتقاسم الأعباء المادية مع زوجها، ولابد أن تعمل كما يعمل زوجها وتساهم في بناء البيت ماديا كالزوج، على خلاف الإسلام الذي كرم المرأة وجعلها متكفلا بها من الناحية المادية، وإن كان لم يمنعها من التكسب، بل وحار منع زوجها من أن يتسلط على مالها إذا كان لها مال، إعطاها استقلالية التصرف المالي. فبالتالي ما نراه من بعض التصرفات أو المعاملات غير اللائقة للمرأة هذا ليس من الإسلام. الإسلام في تعامله مع المرأة تعامل معها في أرقى الصور. شوف الإسلام أرفع من قيمة المرأة، إلى أن نشوف في الآخرة وفي الدنيا، يعني في الجانبين، من ناحية الأخروية والدينية ربنا عز وجل يرسل سلاما خاصا مع أخص ملائكته جبريل عليه السلام إلى امرأة وهي زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، فيقرؤها السلام. لقيت ترقية أكثر من هذه؟ امرأة يجيها سلام من عند رب العالمين، من عند خير الملائكة يحمله جبريل عليه السلام وتبشر. من الناحية الروحية حط المرأة في أعلى المقامات، تستحق باش يجيها سلام خاص من عند الله، هذا تكريم، لأن لله المثل الأعلى. لو أن إنسان يجيه سلام من عند إنسان يحبه وعزيز صاحب مقام يعتبره تشريف، أن فلان يقرئه السلام يسلم عليك العالم الفلاني تحسها حاجة كبيرة. تصور يقول لك يسلم عليك الله جل جلاله. فإذا الإسلام كرم المرأة في أظهر وأقوى مظاهر التكريم في الجانب رفع القيمة. ثم القرآن يعطينا نموذج المرأة التي أحسنت قيادة أمة وأحسنت قيادة مجتمع، حينما يحدثنا عن بلقيس وكيف أنها قادت أمتها إلى الإسلام وإلى طاعة الله عز وجل وإلى الرفاهية. المجتمع تاع مدينة بلقيس كما يروى عليه كان مجتمعا يعيش رخاء بسبب حسن تدبير بلقيس عليه السلام. القرآن الكريم يقص علينا نموذج المرأة العابدة مريم عليها السلام البتول، وهكذا. إذا شفنا الإسلام، الإسلام كرم المرأة في كل تشريعاته وفي كل مظاهر التكريم. أما ما نراه في واقع الناس هذا كما يقع الخطأ، التعامل مع المرأة يقع في التعامل مع الرجل، حتى كل لا نجد النساء كلهن يتعاملن مع الرجال معاملة كلها أصلها أو موافقة لتعاليم الإسلام. كما يصدر الخطأ من الرجل في حق المرأة يصدر أخطاء كذلك من المرأة في حق الرجل، وهذا لا يحمل منه للإسلام شيئا، إنما هو تصرفات بشر. نعم، ربما هي من الواقع ومن المجتمع. نعم. أضيف لهذه الجزئية ربما طه قصدها والله أعلم. نعم. عندما تحدث جناية كبيرة على أحكام الشريعة الإسلامية، عندما تعطى فتاوى داخل المجتمع بعيدة عن فقه واقع الناس، بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، عندما يعطى للزوج حق أنه يضرب زوجته بنية تأديبها وإرجاعها للطريق وما أكثر هذا، نحن نتكلم عن واقع حادث،
عندما تعطى الفتوى بجواز ذلك للأزواج بهذا الشكل، نقول بأن هناك جناية على الأحكام. إذا كان المقصد من الشريعة أنه تأديب الزوجة إرجاعها إلى الطريق، فنحن نجد بأن البيوت تنفجر من هذا، أو أقل شيء أن الزوجات تعيش تحت ضغط كبير جدا. فنقول أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن هذه المسألة تحدث في جزئية صغيرة جدا. والدليل أن سبب نزول الرجال قوامون على النساء أن أحد الصحابة ضرب زوجته لطمها، فغضب أباها وقال يعني كيف يضربها وهي شريفة في قومها، فلما أخذها للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفرشته كريمتي فلطمها. فأول حكم للنبي قال تلطمه مثل ما لطمها. انظر العدالة والمساواة في الإسلام. وهي خارجة مع أبيها ينزل جبريل بهذه الآية الرجال قوامون على النساء، فيقول النبي ارجعا. فهناك خصوصية بين الزوج والزوجة، لكن عندما الإسلام راعى هذه الخصوصية ذكر حالة وحيدة وهي حالة النشوز، بمعنى خروج المرأة عن طاعة زوجها وتكبرها وعنادها وغير، عالجه الإسلام، هو علاج هنا وليس يعني كذا. فقلت عالجه، وهذا العلاج وكأنه يضع أصناف للنساء المتمردات في حياتهن الزوجية، لقلة فقه، لقلة علم بحقوق الزوج، لقلة فقه لأهمية الحياة الزوجية ومقاصدها، فقد تقع في مثل هذا. فقال أول مرحلة الوعظ والإرشاد، وهذا مهم أن يبقى مداوم عليه فيه. ثم قال إذا لم ترجع عنيدة جدا يذهب إلى الهجر الذي هو كما نقول نحن عقاب نفسي في حد ذاته. ثم إذا لم يصلح كل هذا تأتي مرحلة قالوا فيها ضرب خفيف ما لا يخدش لحم ولا يكسر عظم ولا غير ذلك. والنبي عندما قالوا كيف أرينا كيف، كان في يده عود أراك، فيعمل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يفعل لها هكذا. هذه إشارة، كل هذا يطوى ويرمى جانبا ليقال أنه من حقه أن يضرب، ويضرب وهو غضبان. وإذا كان القاضي لا يقضي وهو غضبان، فكيف يضرب الإنسان وهو غضبان؟ يضرب للانتقام ولا يضرب للتأديب. فهذا لعب على الشريعة. وبالتالي الذي يفتي بفتاوى ها هناك التي تفجر بعض البيوت فلابد أن نضع له. ثم فقه الواقع يحتم علينا ننظر نظرة أخرى لهذه الآية، والتي فيها ينظر من جانب. إذا كان البعض يقول بتأديب الزوجة، فنقول إذا الزوج ترك كل مسؤولياته في البيت صح. كذلك لابد أن يؤدب. لابد أن يؤدب. لا تؤدبه زوجته، وإنما يؤدبه القاضي. نعم. أعطاها الحق الشريع الإسلامي أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا كان الزوج يظلمها ويظلم أبنائها. والقاضي عنده ما يسمى بالعقوبات التعزيرية، هي ليس فيها حدا، لكن من إمكان القاضي أن ينزل عقوبة على الزوج إذا كان يظلم زوجته وأبنائه في بيته. بارك الله فيك. هذا ما يعني ما ذكر الآن أستاذ الأفاضل بارك الله فيكم هو تأصيل الموضوع، وأكيد موجود في الواقع الانحراف. أستاذ رشيد، هل هذا الانحراف نتج عنه تأسيس وإنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نعم، أثمن يعني كل ما قيل من الأستاذ الكريم والأستاذة أيضا. نحن نعيش في مجتمع مسلم الحمد لله، نحن ندين بالإسلام، وبالتالي مرتبطون بتطبيق الشريعة الإسلامية على قدر ذواتنا في بيوتنا في شوارعنا مع أهلنا إلى آخره. وإيمانا منا بأن المرأة خليفة الله على الأرض مثلها مثل الرجل، فالرجل والمرأة هم خلفاء الله على هذه الأرض لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى والقيام بمهمة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فجاء المجتمع المدني أو جاءت الجمعيات لتتكفل ربما بهذه المهمة، وإن كان هي يعني غير كافي هذا أن تتكفل هي بمهمة ماذا؟ التوعية اللي كانت تكلم عليها الأستاذة قبل قليل، أن المرأة لابد أن تفقه أشياء كثيرة عن حقوقها وواجباتها، بدءا بالحقوق التي أعطاها لها الشرع، أعطاها لها الله سبحانه وتعالى، والواجبات التي عليها أيضا اتجاه الآخر، بدءا بأبيها أمها يعني الوالدين، ثم حين تنتقل البيت الزوجية مع زوجها، ثم حين تأتي بالأولاد مع أبنائها. ف إيمانا منا بهذا الواجب كان تأسيس هذه الجمعيات والعمل التطوعي في هذه الجمعيات. وأكبر خير تقدم هذه الجمعيات هو توعية المرأة. لذلك
تأسست جمعية حورية للمرأة الجزائرية يعني وطنيا سنة 2014، وكان المكتب العاصمة تأسيس سنة 2015. فأنا أعتبر من المؤسسين لهذه الجمعية، وأنا الآن أعمل في مشروع تأهيل الأسري، وبدأنا بالفتيات المقبلات على الزواج خاصة طالبات الجامعة. فحقيقة تحتاج الفتاة طبعا تربية في البيت، ثم بعد ذلك حين تذهب المدرسة، المدرسة لابد تقوم بدورها، ثم تأتي بعد ذلك يأتي جمعيات المجتمع المدني ليكملوا هذه المهمة، ويعني النقص الموجود في هذا التأهيل تقوم به هذه الجمعيات. والحمد لله كتجربة رائدة يعني الحمد لله يعني أتت بنتيجة رائعة، وقدرنا أو استطعنا أن نغير بعض المفاهيم الخاطئة عن العلاقة، علاقة المرأة بالرجل والحياة الأسرية، كيف تستعدي لإدارة حياة أسرية تستمر إلى ما شاء الله من الزمن. إيمانا منا أيضا أنك إذا جئت مثلا لتأخذ لتسوق سيارة لابد أن تنال رخصة لقيادة السيارة، أما حين نأتي لزواج الفتاة أو شباب يأتي زوجه نهتم بتأثيث البيت، نهتم يعني بالمهر، نهتم نعم بالخياطة، نهتم بالتجهيزات المادية. للأسف ربما ورثنا هذا الأمر من الغرب، الغرب يؤمنون بالمادة كما كان يتكلم الأستاذ، لذلك عندهم كلش ما تدفعه قيمتك. فحين تأتي الأم، خاصة الأم، أنا يعني من هذا الباب يعني كلامي مع الأم، اللي هي تربي هذه الفتاة للقيام بهذه المهمة الجليلة الرائعة اللي هي تربية النشأ. نحن ننشأ أسرة من أجل أن نأتي بفرد صالح للمجتمع، به يتقدم هذا المجتمع. فمهمة من؟ مهمة الأم والأب. إذن لابد من هذا التأهيل. يعني في دول يعني أخرى، مثلا في الهند يديروا تربص 3 أشهر فتيات قبل الزواج، تربص يعني في مكان مغلق و3 أشهر تربص، يديروا الشهادة باللي هذه الفتاة مؤهلة لأن تخوض ماذا الحياة الزوجية. ونحن الآن نحن نطالب، يعني نحن كجمعية طالبنا بأن تكون شهادة التأهيل هذه شرط ضروري في العقد، مثل العملية تحليل الدم مثلا، بنشوف يعني الأمراض المتنقلة، لنحافظ على ماذا؟ على النسل. نحن أيضا نريد أن نؤسس لأسرة ناجحة، فلا بد من تكاتف جميع الجهود. وصراحة القوانين الوضعية عندها دور، فمثلا العنف ضد المرأة في 2015 جاءت ترسانة من القوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عقوبات تتراوح من 3 سنوات إلى 20 سنة للزوج الذي يعنف زوجته ولو تعنيف نفسي. حتى ينعلقنا ذلك الوقت، يعني حتى كيف سنقيس هذا التعنيف النفسي؟ نعم موجود. فلذلك الموضوع يوضع بين قوسين. نعم يوضع بين، لأن يعني أسئلة كثيرة من الحبر. يعني لحد الآن احنا جينا النساء في الجمعية عندنا خلية الإنصات لمن؟ للنساء اللي يعانون من مشاكل في حياتهم الزوجية. تقريبا من 50-60 امرأة شهريا يعني يستمع لها، ومشاكل كثيرة جدا لكنها لن تشتكي بزوجها. فنقول هذه المرأة الجزائرية المتربية على كما نقولوا احنا انه العشرة طيبة وانه عش مع زوجها حياة، يعني تقدرش تروح تشتكي به بعد دخلوا للسجن. يعني نعم دخلوا للسجن ومن بعد ضيع أسرة بأكملها. يعني مستحيل هذوك الأبناء راح يشوفوا الأم بنظرة مليحة لأنها دخلت بابها من السجن، مستحيل هذاك الأب راح يرجع يعني بعد ما يخرج السجن يرجع، يعني راحت أسرة تفككت أسرة. يعني موجود حتى قبل هذه القوانين موجود أنه المرأة تقدر اللي يضربها زوجها ويعنفها تروح تدير شهادة طبية وتشتكي، لكن النساء لا تشتكي. هم يريدون الآن أن المرأة تخرج وتشتكي لتطبق هذه القوانين، وقد قلنا في ذلك الوقت أن هذه القوانين ستبقى في الأدراج لأنه إحنا نحب الصلح أكثر. وهذا أيضا من الصلح خير. والصلح خير هكذا يقول رب العالمين. قامت تقوم بها الجمعية بإذن الله، نحن في دراسة، يعني الأوراق على في الدراسة الآن، وهي أن نديروا خلية الصلح خير في يعني في عملية تشاركية مع بعض البلديات هنا في العاصمة كتجربة أولى، ونحاولوا أنه نصلحوا بين المرأة وزوجها لتستمر الحياة الزوجية، لأنه مستحيل تكون حياة بدون مشاكل. وللأسف المرأة والرجل يحسبوا أنه
بيت بدون مشاكل، هذا هو الأصل. ولا اكيد موجود سنه الحياة طبيعي. نعم سنه نعم. الحياة تكون هناك. لعلي شكرا جزيلا استاذ رشيد، سنعود بعد قليل نواصل الحديث في هذه الجهود المهمه جدا، جهود الجمعيه دائما في اطار جميل اننا انطلقنا من هذه التوعيه، من اقامه دورات تكوينيه لمن يعني وتاهيليه للزواج الى غير ذلك، من نتاج بعض ما استمعنا من المشكلات لا قدر الله يعني صراعات كذا بين الازواج الى غير ذلك، الضحيه هم الابناء هم الاطفال. لعل أيضا نتساءل عن يعني أهداف إنشاء هذه الشبكة، كثيرا ما نستمع عنها وعن جهودها، جهود مباركة شركة ندى. أستاذ الياس، هل يمكن نتعرف على هذه الشبكة وعن دورها أيضا في المجتمع؟ أكيد. بسم الله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله، عليه الصلاة والسلام أجمعين، وبعد سلام نحييكم على هذا الحصة وعلى هذا الموضوع الحساس. نقول أنه إذا تحدثنا عن المرأة وتحدثنا عن الأسرة، يعني نتحدث عن تصرفات وعن مهارات حياتية وعن مشتركة بين الأب والأم والأبناء، يعني الطفل. شبكة تسعى دائما إلى حماية الطفولة وترقية حقوق الطفل، وكذلك المرافعة من أجل حقوق الطفل، من أجل حياة سليمة، حياة اجتماعية، حياة أسرية، حياة مالية للطفل. من بين البرامج اللي تقوم بها الشبكة هي مرافقة الأولياء عن طريق خلية الاستماع ورقم أخضر هو 3033. فيه كثير من يعني الشكاوي تتلقاها الشبكة، ويكون فيه مرافقة من طرف أخصائيين نفسانيين وأخصائيين يعني قانونيين ممثلين قانونيين بالشبكة، يرافقوا الأولياء في الحالات التي تتعرض لها الأطفال إلى خطر، ربما يكون عنف جسدي، عنف جنسي، عنف معنوي لفظي. فيه دورات تكوينية كذلك للأولياء في كيف يتعاملون مع أطفالهم، كيف يعني بالنسبة لتربية أبنائهم. شبكة هي مجموعة من الجمعيات في كامل التراب الوطني، يعني 48 ولاية، كل الجمعيات التي تحمي ويعني تحمي حقوق الطفل وتحمي الطفولة. كذلك من بين البرامج الكبرى في شبكة ندى هو التربية الاجتماعية والمالية للطفل، عن طريقها تكون فيه دورات تحسيسية كانت في المدارس الابتدائية والمدارس والمتوسطات، اللي جمعنا فيها الأولياء اللي عندهم أولياء أبنائهم متمدرسين، عملنا لهم حصص كيف يعني نربو أبنائنا في على حياة اجتماعية سليمة وعلى حياة مالية في مجال سليمة في مجال التوعية والتحسيس. الأبناء شاركوا في ورشات كيف يتعلم هو أنه يفرق بين رغباته وحاجاته، كيف يعرف يعني المجتمع وحيه، كيف يعيش داخل الأسرة، كيف يعيش داخل الحي داخل المجتمع، وهذا يسهل كثير العلاقة بين الابن والأولياء. هذا من بين البرامج. وكاين كذلك هو موضوع المواطنة، لأنه إذا الطفل كان عايش في طريقة سليمة داخل الأسرة ويحترم الأم ويحترم الأب ويحترم كل شيء داخل الأسرة، لكن لما يخرج خارج البيت راح ربما يصطدم بأشياء، راح يتعلم أشياء ماشي منيحه، ربما ألفاظ ربما أخر. هذه راح نرسخه داخل ذهن الأولياء أنه من حق الطفل أنه يكون مواطن صالح في المستقبل، كيف الأولياء راح يشاركوا في عملية إنشاء مواطن صالح في المستقبل. نعم. هذه يعني لعلي بعد قليل، شكرا جزيلا لك الله يسلمك الياس، لعلنا بعد قليل سنتساءل أيضا عن نوعية المشكلات التي ممكن تعرضون لها أو تصل إليكم، يعني التي يقع فيها الأطفال، دور الأمهات أو الأم في هذا الأمر إلى غير ذلك مما يهمنا طبعا في هذه السهرة. مشاهدين الأعزاء، نموذج إيجابي للمرأة التي ينبع منها الخير، وهو ينبوع للخير، نتابع هذه الحاجة التي استطاعت أن تتحدى الواقع وتتحدى الحالة التي هي عليه، وهي أرملة، ولكن أبت إلا أن تكون من المحسنين، أبت إلا أن تكون ممن يعين غيرها من المحتاجين. زميل إبراهيم بوضياف تنقل إلى هذه أو هذا النموذج وجاء لنا بهذا الروبورتاج، نتابعه ثم نعود بعد ذلك.
خالتي خير هذه والله مدرسة يا أستاذ، والله مدرسة، تعلمنا عندها الكثير، الصدق، تعلمنا الإخلاص، تعلمنا حب الخير، تعلمنا التفاني. هذه هي كبيرة في عمرها 89 سنة، يعني تصور من بعد صلاة الظهر بعد 12 يعني 12 ونص الوحدة إلى غاية منتصف الليل هي مع علي زيقوي. هذا المنتوج كله في سبيل الله مدة عام، ثم تخرجه في سبيل وهي فرحانة في عمر 89. لو لم يكن مغذى بالإسلام وبفطرة الإسلام والدين، واش راح يدفعه في هذا العمر به يخدم مثل هذا العمل؟ إنه حب الخير وإنه حب الله وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في نفس المكان بعد عام عدنا لنلتقي مرة أخرى بالحاجة خيرا. البشاشة نفسها والفرحة كبيرة كالعادة بزيارتنا، والموعد تنتظره هي بفارغ الصبر بعد كد رغم ما بلغت من الكبر عتيا. نخدم ليل ونهار والله العظيم، غير دورك الحداش بالزيادة، ساعة الحداش وربع كي تكون مايكتي طيبة وكامل، حداش وربع باش نتمهم تمام، نوجد قيبتي نقعد معها نخدم، ومن الظهر للفوق حتى والله كاين شي وقت 12 ونص الوحدة، الوحدة وربع باش نكمل ديك الحاجة ونرقد نفرح كي نكملها نفرح. والحمد لله ربي عطاني قوة، وشنو السنة راني عييت بزاف يعني شوية عيانة، وشنو قدرني ربي بالتمام وواقيلا شوية خير. أعمار الأمهات لا تقاس بالسنين، بل بما استودعه الله في قلوبهن من خير العطاء. هكذا عاشت ولا زالت متمنية بعد ضعف في الجسم والبصر أن تبقى على هذا الخير، وأن يكون جل وقتها خدمة لآخرتها، وتستغل وقتها وما تعلمته للفقير حتى تكسوه. كنت نديهم أنا للشيخوخة، وكان عندي 13 سنة الشيخوخة وهذه 3 سنة ليكم 18 سنة، ولا طالت العمر لعماتي وإلا قصرت لا إله إلا الله سيدي محمد رسول الله، ويلبسهم بالصحة والهنا، والله غير كاع بالدعاوي والله العظيم غير كامل بالتسبيح، أنا نخدم وأنا نسبح، يلبسهم بالصحة والهنا، هذه يعني قدرني ربي والحمد لله. اليوم رانا عند الحجة خيرة، لهي يمانا، لهي مدرسة في العمل الخيري، والله العظيم أحبها يعلم الله ما في القلب، أحبها حبا جمل لخدمتها وتفانيها في خدمة الفقراء والمعوزين وهي في هذا السن. خدت خيرها، هي امرأة جزائرية معطاءة محبة للخير، وإحنا ندخل عنها لما أدخل إلى هذا البيت أرى فرحا وسرورا وبهجة باديا على بصمات وجهها، بمعنى ما يش معطاء كما قال المولى تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راهي تنفق وهي في قمة السعادة وقمة الفرح وقمة السرور. بغيتها أخروية ورسالتها نبيلة، كما سارت تحث أقرانها وأبناءها على أن اليد العليا خير. خلقني ربي ما خديش الوقت ديالي يضيعوا من عند ربي، ونتمنى إن شاء الله المؤمنين يكون اللي ماشي بزاف قليل، زويجة في الشهر تاع تقاتشر ولا تاع خمار واحد هو عنده 12 زويجة، يمدها لدوك الشيوخ الضعفاء يدفيهم فيها، أنا اللي جاب لي ربي أنا اللي لبستهم، ها الخطيبات نخدم وأنا ما لبسش، ماذا بيا اللعبة تفرح برك، هاد العجايز اللي قاعدين ماشي يروحوا يرقدوا، ينوضوا يشوفوا كاش حوايج هكذا يخدموها، والله لو كان سلعة هكذا يخدموها يبعتوها، أنا نظن هكذا، نظن ما نعطيش الفراغ لوقتي، لوقتي نخدموا مع ربي العزيز، وقتي الفراغ ديالي نواسيه مع ربي. شكرا لهذا الأنموذج، شكرا للحاجة خيرا، نسأل الله أن يتقبل منها هذا العمل الكبير
جدا، وهي رغم كل ما ذكرته من ضعف في الجسد وفي الكثير من يعني الأمور التي تعيشها، ولكنها أنتجت شيئا كبيرا. لعلي أترك ضيوفي أفاضل والأكارم لتعليقي على هذه الحالة. تفضلي أستاذة شهرزاد. طيب، ربما تعليق يكون أنه تعتبر هذه المرأة الصالحة جزاها الله خيرا أنه مثل لكثير من النساء اللواتي عندهن أوقات وعندهن الصحة ويبخلن بهذا، بل يشغلن أنفسهن بأمور تافهة في الحياة. يعني أقول يعني أنه شيء مهم جدا خاص بسنة كونية أو خاص بما خلق الله الإنسان عليه. هذه المرأة ما الذي يدفعها في هذا السن إلى مثل هذا العمل؟ كان يقول بأن السعادة تدخل قلبها، وهذه حقيقة. نجد الأعمال التطوعية هذه من أهم الأعمال التي يفرغ فيها الإنسان قدراته الداخلية. لذلك تجد شباب في أوروبا لا علاقة له بالدين، ملحدين، لا يؤمن بالله، ولكن مقبل على هذه الأعمال التطوعية، وربما ينتقل من أوروبا إلى جنوب إفريقيا أين الفقر والجوع يتحمل، وهو يعطي هذا العطاء لأنها غذاء الروح. فمثلما خلق الله الجسد يحب على كثرة الأخذ، أخذ الطعام اللباس، خلق هذه الروح تتغذى على كثرة العطاء وعلى هذه الأعمال التطوعية. هذه الأعمال تعطي لهذه المرأة قيمة في الحياة. والإنسان قد يعيش عمر، ولكن قد يعيش أكثر من عمره هذا بما ينجزه من هذه الأعمال، وهذا المعنى مغبون فيه كثير من الناس. نعم، بارك الله فيك أستاذة رشيدة. تأثرتم أكيد بهذا الموقف أو بهذه السيدة الحاجة خيرة وبعملها، فتحت لنا أبواب الخير كاملة حتى نلجه. خرجنا من حديث عن العنف، ممكن حديث عن بعض ما يؤرق بال الكثيرين في مجتمعنا المسلم، ولكن فرجت عنا بهذا يعني بهذا العمل الكبير جدا. نعم، رائع. أنا تأثرت كثيرا بهذه الحاجة. هذه صورة رائعة للمرأة الجزائرية المعطاءة. فلتؤلف الكتب في العمل الخيري، ولتقول ما شئت في العمل الخيري، لكن العمل الواقعي يعني النموذج الذي يتحرك أمامك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، فهذه المرأة خيرا يدب على هذه الأرض، فلنتعلم منها. يعني أنا صراحة يعني رأيت نفسي ضئيلة جدا أمامها، وفيها في هذا السن يعني غيرها ربما ينام، ربما يكسر رأس هذيك الكنة، ربما نهار كامل هو ما عمباليش يدير في مشاكل آخره، لكنها هي انظر بماذا شغلت نفسها. يعني تتقن شيئا واحدا اللي هو النسيج. وهذا بدا يروح، يعني للأسف يعني الآن بدا يروح نسيج فقط. انظروا ماذا فعلت بالنسيج، هي تحس بتلك السعادة، هي ترفع هرمون السعادة، يعني راهي عايشة مع ربي سبحانه، ما عملهاش بالدنيا نهائيا. تلك وسيلة فقط، هي ترى مكانها من الجنة بإذن الله تعالى. يعني الكلمة اللي قالتها في الأخير للنساء، إنه أي وحدة تقدر تصنع أي شيء وتستطيع المرأة ذلك. ننحرف إنسان تقول لك ما لقيتش الوقت، كيف لقيتش وقت؟ نهار كامل غير تمسحي وتنظفي، أكيد هذا عمل جليل، لكن نظمي أمورك حتلقي وقت للعمل، ماذا؟ العمل الخيري. وهذا ما يبقى مع الإنسان حين يموت مع المسلم، أنه صدقة جارية. يعني انظر فرحة ذلك الشيخ، يعني يزيد لمن تمد فيهم، يعني على حسب ما تكلمت راهي تدي فيهم لدار العجزة لمحتاجين يعني ناس محتاجين حقيقة. يعني انظروا فرحة اللي دخلها على قلوبهم. وعجبني كثيرا قولها أني ننسش بالتسبيح. يعني هي تسبح، يعني ذاك اللباس مبارك، يعني ذلك اللباس لسه أدي ربما لباس من الجنة. يعني هذا ما يحضرني، يعني أنا أحييها من هذا المنبر تحية خالصة، وسأزورها بإذن الله هنا في العاصمة. نعم، أظن في البوليدة، في البوليدة سيأخذنا إلى منزلها بإذن الله. أنا بإذن الله سأزورها وقبل رأسها وقدميها وكفيها، ونأخذ منها العبرة، ونأخذ لها الفتيات يتعلمنا منها بإذن الله. ما شاء الله، هي نموذج كما ذكر. نعم، حقيقة يعني هو لنا جميعا ولكل الجزائري، وبخاصة لكل النساء، ما دمنا فتحنا باب يعني التفاؤل وباب هذه النماذج الناجحة والرائعة أيضا للمرأة الصالحة، للمرأة المسلمة، للمرأة الجزائرية أيضا. إلى عبر الهاتف نتواصل مع الأستاذة عطال صالحة، هي رئيس جمعية كافي اليتيم فرع الحمامات. أستاذة صالحة، أهلا وسهلا بك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا في برنامج اليد العليا خير،
ونحن نتحدث عن المرأة أنها منبع للخير والتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا تحيتنا الشيخ تاعنا والأخوات اللي معكم، لي الشرف شكرا لي قاعدة معكم خويا العزيز. فاجأتوني بهذا، ما عرفتش واش نقدر أنا كي نشوف كي نسمع عن العمل الخيري. صدقني نقول الناس كلها كل مرأة كما قالت اختي دوكا في البيت ولا برا تقدر ما كيش تقول لك أنا كنقول لي ما نقدرش نقولها تقدري، قولي ما عنديش نقولها عندك. نعم. من الدعاء من يديك من كل حاجة صدقني خويا. أنا احنا رانا في مجال خيري في جمعيتنا الحمد لله في رأى الحمامات، جمعيتنا صار لها 3 سنين ونص رانا من تأسسنا الحمد لله، دات صدى كبير، مجال تربوي، مجال ديني، مجال معنوي، من كل مجال، أكثرية فرع نسوي، عندنا زوج رجال كل ثلاثة الحمد لله. نقول أن يوم الجمعة هذه اللي فاتت رحنا قافلة بداية بيتنا ولاد سنام، كنا نساء عندنا غير 5 رجال في 7 نساء. صدقني كيما قالت أختي كي نكونوا في العمل الخيري لذة كما قلت لهم حلات كيف العمل الخيري ما قدرتش نحبس، والعمل الخيري اللي يدخل فيه ما تعياش بس كي تتوكل على ربي سبحانه ولي يقضي حوائج الناس الحمد لله. كما قلت لك ربي سخرنا الناس لهادو خاصة السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وكان عليه الصلاة والسلام أنا وكفي اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه سبابة الوسطى. خاصة أنا واحدة من الناس عدبنا من كلمتنا نسعى على الأرملة، نسعى على اليتيم، على المسكين، على الفقير، على المريض. تعيط لي بتشتعني تدقني وكما مدى بي النبض ونروح ما تحناليش. لو كان من هذيك دقيقة كل عشت تتقلق يقولهم الله غالب الله غالب. كاين فرق ما بين المرأة والرجل أكيد أخ، ما قد ما نكونوا ما نقدروش نحطوا في مكان روحنا في مكان الرجل. تعال تنسى روحي بعد تمتم فريني بصح ما نقدرش، لا غالب ما نقدروش خويا. العمل الخيري تنسى الهم تنسى المشاكل. على الأستاذ يحيى سيضبط هذه الحدود بين الرجل والمرأة في عمل الخير إن كانت هنالك حدود طبعا. أستاذة صالحة، كيف وجدت المرأة الجزائرية في فعل الخير؟ هل هي مسارعة اليوم إلى فعل الخير نتيجة يعني وأنتم في الميدان يعني تجتهدون وتضحون؟ سأل الله أن يتقبل منكم كل هذه الجهود. كيف وجدتن المرأة الجزائرية؟ أنا وجدت المرأة الجزائرية صدقني كاين النساء يبكوا كي ما يقدروش يديروا الخير لعندهم ظروف زوج تاعها ولا اخوها ولا ابوها تبكي. صدقني المرأة الجزائرية في 48 ولاية فيها خير كبير الحمد لله. قلها يا الله تهب. صدقني انا اول ما سوى ندير نداء في إذاعة القرآن تحياتنا الأخت زهرة أبو عزة كل احد ساعه نروح نديروا نداءات تما. صدقني اختي خويا قبل ما نخرج مازلني تما الاكثريه نساء، وحده تقول لك بجديه، وحده تقول لك هذاك رايحين ندير لك الحلوه، وحده تقول لك واش نجيب، وحده تقول. صدقني كاين محسنين والله ما نعرفهم الاخر كريم محسنات نساء يتصلوا بيا غير في التليفون امانتهم تحقر حتى المكتب. غير نقولوا رانا متوكلين على هذا النشاط هذا على ربي سبحانه وتعالى. أكثرية نساء مع كل احتراماتي للرجال، وكما أقول لك بابا راجل وخويا راجل ووليدي راجل، بصح صدقني يا أخي الكريم المرأة الجزائرية فيها خير كبير فيها خير كبير 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 إن شاء الله. برك نتمنى نعطي نداء لكل المرأة الجزائرية ما تفشلش المرأة ما لازمش. هما كاين تعرقلات هذه كما أقول لك بين يجوها تعرق ولا يجوها كمرأة وكيفاش انت ديري هكا يحبوا في كل المجالات لابد ان يكون هنالك كيفاش انت كذا كيفاش انت تستحلي تشد في ربي وعندها نيه الاخلاص تمشي في مجال الخير عمرها ما راح تملي ما راح تفشل.
صدقني. نعم، بارك الله فيك أستاذة عطال صليحة، رئيس جمعية كافي اليتيم فرح الحمامات، شكرا جزيلا لك على التواصل معنا وعلى هذه الإضافة القيمة والمهمة في مجال الخير، وفي أن تكون المرأة منبعا للخير وللتواصل. شكرا جزيلا لكم مجددا، صلاة التوفيق لكل هذه الجهود. إلى وهران أخت حنان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخت حنان. يعني شكركم خويا على هذه الحصص اللي راكم ديروها في قناة القرآن الكريم. العفو أختي الكريمة. ونحيي كل الشيوخ. أخت حنان، يعني بغيت نقدم نموذج. أنا بالك أنا امرأة مثال لهذا الشيء اللي راكم تقولوا فيه، المرأة الخيرة والتواصل في المجتمع. عندي ربة أطفال. نعم. أمي ثلاث بنات. لكن المشكلة تاعي هي ضغوطات سلبية. نجاهد من أجل هذا الشيء، ولكن مشكلتي هو الزوج. الزوج ما عندهش إعانة ليا. نعم. الدرجة اللي راني نخمم الآن جاي من هذا الموضوع، راني نخمم من درجة على الطلاق باش نكمل في هذا العمل الإيجابي اللي راني باغي نديره في المجتمع وفي بناتي، لأن هو ماش مساعدني في هذا الشيء، عندي عائق. وبغيتكم تنصحوني، أذكر خفت إلا كان هذا الطلاق عائق تاع بناتي غادي نضحي. غادي نضحي بالزوج على زوج باش نكون خير في المجتمع، لأن منين في الروضة تاعي لي بارون كاع لي يجوا لي الحمد لله راكي تقدمي لنا رسالة، ولادنا راهم يجوا يعلمونا الأدعية، يعلمونا أشياء أخلاق. نعم. حنا كنا ما كناش نعرفوها، راكي يدعوا لي، ولكن من نرجع للبيت تاعي نحس بالضغوطات نقدم للزوج ويقول لي مانيش راضي عليك. نحس باللي العمل كاع اللي راني نديره ما عنده أي معنى. راني متردة وراني خايفة مانيش عارفة. نعم أختي كريمة، لعل بقي معنا فقط ستستمعين من الأستاذات ما إن شاء الله يفيدك في هذا الموضوع. المجال مفتوح إذا كان أستاذة. طيب ربما أعلق أنا وربما يتكلم الأستاذ أيضا. لما تتكلم على موازنة غريبة جدا بين حياتها الزوجية وبين العمل الخيري، لابد أن نفهم أولا أنه إذا كان الزوج غير راضي عن هذا فلا يجوز لها مثل هذا، ولا تضحي بحياة زوجية مع وجود بنات وأسرة قائمة من أجل العمل الخيري. ثم لابد أن نفهم أن العمل الخيري ليس مقتصر على خروجك من البيت وإعطائك للآخرين. العمل الخيري بالنسبة للمرأة هو متنوع. في بيتها الحاجة خير. نعم. وفي بيتها. نعم. في بيتها حتى مع زوجها مع أولادها مع كذا، هذا كله عمل خير ولها في ذلك أجر. كانت تتكلم عن تأهيل بنات لزا، هذا عمل خيري. الإعلام عن طريق ما تؤديه المرأة هذا عمل خيري. ثم الأعمال في الجانب الاجتماعي، ويعني حتى الدراسات أثبتت أن النساء يتفوقن على الرجال في العمل الخيري في الجانب هذا. فلذلك نحن نقول لهذه جزاك الله خيرا عن ما تقدميه، لكن لا تدخلي في مغالطة خطيرة جدا. فأيما امرأة سألت الطلاق يعني زوجها الطلاق من غير عذر حرام عليها ريح الجنة، فهذا صعب جدا هذه الموازنة. ذلك الأصل ألا تفكري في هذه المسألة، وإنما هي بطيب الكلام مع الزوج وتحاول أن هذا يدخل عليها جانب من سعادة، تحس بقيمتها أكثر وهي تعطي إلى غير ذلك. ولكن أن تفكر في إنهاء حياة زوجية بسبب العمل الخيري فهذا غير وارد، والله أعلم. بارك الله فيك، نصيحة مهمة جدا، ويعني في مكان يعني صح التعبير لمشكل الأخت حنان. أرجو أنها ستستفيد من ما قدم لها، ونسأل الله لها يعني التوفيق إن شاء التوفيق والألفة بينها وبين صحيح. زوجها، والحياة أولويات كما ذكرتم. نعم. دكتور، طبعا فعل الخير جميل، ولكن أكبر خير هو حينما تكون الأسرة مطمئنة. نعم. في يعني في منزلها. أستاذ يحيى، تتحدث عن هذه النماذج من قبل، ممكن رأينا نموذج واقعي نعيشه اليوم الحاجة خيرة، نماذج كثيرة في وحافل تاريخ الإسلام والمسلمين. نعم. حافل بهذه النماذج.
نعم جزاك الله تعالى خيرا لك. فقط نزيد اضافه للاخت حنان من وهران، يعني قبل ان تصل الى تفكر في الطلاق، يعني من باب ترتيب الاولويات الدكتوره قد احسنت بان فعلا بيتها اولى من العمل الخارجي، لكن تحاول ان تحدث من يحدث زوجها ويقنعه بهذا. يقدر تشوف الامام تاع الحي ولا يتكلم مع زوجها باش يعني ياذن لها في العمل الخيري. فاذا كان اذن الزوج اللهم بارك، اذا ما اذنش يعني بيتها اولى. يعني ما لازمش يكون عندها من النقيض الى النقيض، من فعل الخير الى فعل سوء وهو تفكيك اسره، يعني هذا ما يليقش. اما فيما يخص النماذج، والله اولا اقول احيي الحاجه خيره، أقول بأنها لها من نسبها حظ وافر. نعم. فهي فعلا خيرة. صحيح. وهذا اليوم الحصة تاعنا نبع الخير. نعم. المرأة نبع الخير وخيرة، هذه نموذج لكون المرأة فعلا نبع ومصدر للخير. وأقول بأن هذا المرأة السيدة الخيرة أحيت منهجا في التطوع بالجهد، وأحيت سنة لأم المؤمنين زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تلقب بأم المساكين. زينب رضي الله تعالى عنها كانت نساجة تنسج في بيتها، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبيع ما تنسجه ثم تتصدق بذلك المال، تفعل به الخير. فهذا الحرفة اللي هي النسيج والتصدق به كمنتوج أو بما مقابل ماله، هي هذه في الحقيقة فكرة نشأت ونبعت من بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي كانت تقوم بهذا العمل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيدة خيرة قد فتح الله عليها بابا. وعلى ربما ثياب هذا كما أشارت السيدة، ما نقولش بأنه ثياب من الجنة، لكنه ثياب يوصل إلى الجنة إن شاء الله، لأن هذه صدقة توصلها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فلهذا حبذا لو أن خيرات الجزائر وهن كثيرات يؤسسن لمدرسة في فعل الخير من خلال التطوع ببعض الجهد في البيوت. لو تقوم جمعية، يعني المشروع هذا اللي الفردي تاع الحاجة خيرة يستهل باش تقوم عليه جمعية، جمعيات ولائية ولا جمعية وطنية. هذه الجمعيات تتصدق بمنتجات السيدات في بيوتهن، كل وحدة تنتج ما تستطيع. قد أعطت هي أمثلة اللي تقدر تدير حاجة تاع صوف، كاين اللي ناجحة في الخياطة، كاين اللي ناجحة في الطبخ، كل وحدة واش تقدر تقدم. لو كل تقوم جمعية ما تأخذش المال وما تجمعش الأموال، وإنما تجمع فقط منتجات النساء في بيوتهن، أنا متأكد أن هذا الجمعية لو تقوم إن شاء الله تعالى ستجد مئات آلاف الجزائريات المتطوعات بجهدهن في البيوت. كل واحدة راح تنتج حاجة في بيتها وتقدمها لهذه الجمعية، وراح يولي عندنا إنتاج كبير تاع خير. ربما جمعية حورية ممكن يعني تأخذ هذه الفكرة، مشروع شبيه بهذا المشروع، حبذا لو تأخذ هذه الفكرة وتعموها، تواصلوا مع الجزائريات وراح تلقاو فعلا الجزائريات اللي تحملوا الإنتاج في بيوتهن للثورة الجزائرية. ثورة التحرير كانت راية الجزائر تخاطب في بيوت الجزائريات، وكانت البدلة تاع الجنود الجزائريين تخاط في بيوت الجزائريات. فبالتالي هذا نموذج راقي للمرأة الخيرة. شفنا المرأة المتطوعة بجهدها والمرأة المتطوعة بمالها. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بفضائلها، مما كان يذكر من فضلها كان يقول: وواستني بمالها. المرأة كانت تنفق مالها على أشرف رجل عرفته البشرية، على سيد الخلق، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعينه بمالها في نصرة دينه ودعوته. فإذا فعلا المرأة نبع للخير بجهدها وبمالها، والنماذج على ذلك كثيرة. ربما السيدة صالحة رئيس جمعية كفل اليتيم في الحمامات أشارت إلى هذا، ونقول بأن كل النداءات التي نقدمها عن طريق الإعلام أو عن طريق المساجد عن طريق الجمعيات نجد تجاوبا كبيرا من النساء. بل قرأت لأحد مؤسسي
أكبر جمعية، نقدر نقول أكبر جمعية على مستوى العالم الإسلامي، هي جمعية العون المباشر اللي تأسست في الكويت وتقدم خدمات في إفريقيا. هذه الجمعية اللي من بركات الرحمن عليها أن كانت سبباً في إدخال 11 مليون إفريقي في الإسلام، وهذا رقم مهول. يعني لما نقوله باللسان حاجة سهلة، لكن تصور 11 مليون راه أمة، راه كاين دول ما فيهاش 11 مليون نسمة. 11 مليون في إفريقيا دخلوا الإسلام بجهود هذه المؤسسة اللي بنات آلاف المساجد والمدارس والمستوصفات والمستشفيات. لما يحكي تأسيسها، تأسيس الفكرة، قال: قصدت أرباب الأموال فرجعت خائبا، ثم فكرت بأن أفتح هذا المشروع للطبقة المتوسطة ماديا، فقال: فحملتها النساء. سبحان الله. قامت جمعية العون المباشر على أموال النساء، النواة الأولى تاعها تاع المال، من بعد جاء الخير وتوسع وجاو الرجال إلى غير ذلك، بصح النواة اللي بنات هذه الجمعية هي أموال النساء اللي تصدق بها في إطار تأسيس هذه الجمعية. فلهذا فعلا المرأة تبقى نبع للخير. لماذا المرأة نبع للخير؟ رب العالمين خلق الرجل بميزات وخلق المرأة بميزات، وقد ميز الله تعالى المرأة على الرجل بالعواطف. ولا يخفى عليكم أن فعل الخير يحتاج إلى عاطفة، يحتاج إلى عاطفة دافعة. الرجل ربما قد يرى معوزا محتاجا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد يتأثر لكن تأثره بدرجة معينة، بدرجة معينة. لكن المرأة تكون تأثرها شديدا، يصل إلى حد البكاء والعبرة. وهذا العاطفة الكامنة في المرأة هي الوقود الذي يدفعها. لما تحكي السيدة صالحة تقول: مشينا سبع نساء من الجزائر العاصمة إلى قرية ودشرة في باتنا. هذا يحتاج أخي إلى همة، يحتاج إلى بذل وقت، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى حماسة. يعني في باش حتى ينشئ الإنسان سفرا وينتقل مثل هذه المسافة ويبيت ربما خارج داره ويعطي كل هذا الوقت، هذا يحتاج إلى وجود قوة داخلية دافعة. هذه القوة الداخلية الدافعة هي قوة العاطفة التي هي عند المرأة أكثر من الرجل. نعم، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. تفضل إليس، لديك إضافة في الموضوع. نعم، أكيد أنا تأثرت بأمنا الحاجة خيرة، يعني كشاب وك يعني شاب أسعى إلى تطوير قدرات الشباب والشابات في العمل التطوعي. يعني هي نموذج لي راح نشحن بطاقة طويلة المدى، تشوف مثل هذا في السن هذا وتعمل مثل عمل خيري مثل هذا، واحنا شباب عندنا طاقة كبيرة ونقدر نعمل يعني أكثر وأكثر. ولكن دائما نشوف الجانب الإيجابي من الشباب الجزائري ومن الشابات الجزائريات، فيه كثير طلبة جامعيين وطالبات حتى اللي ماكثين في البيت، هم يحبوا هذا العمل التطوعي، وهم يعني كثير منهم يلجأ إلى الجمعيات، يبحث عن الانخراط في هذه الجمعيات والانخراط في العمل الخيري. وفيه كثير جمعيات اللي نشوفوا لما يروحوا يعملوا العمل الخيري معاهم، لما يلبسون اللباس ويخرجوا مع الناس كبار والمؤطرين، وتشوف هذاك الحماس، تشوف هذاك الحب العمل الخير، حب يعني الوطنية، وحب كل شيء مليح في هذا الشباب. ان شاء الله يعني هذه تكون النموذج، هذا يكون طاقه لكل شباب وشابات الجزائر. نعم. من اجل ان يستمروا في عمل العمل الخيري. نعم، ما شاء الله. وهذا ما كنت ساسال عنه، يعني شبكه ندى خاصه التعامل يعني مع الطفل وحمايه الطفل، ما نصيب المراه او الفتاه بصفه عامه، يعني اذا تحدثنا عن المراه او الفتاه في هذا الجانب. والله راح أحكي لك على مناسبة يعني كنا عملناها مؤخرا بمناسبة المولد النبوي الشريف. كنا عملنا مسابقة في يعني للأطفال من أجل صناعة يعني طبخ طمينة، هي طبخة تقليدية مشهورة في المولد النبوي الشريف. يعني كان سعيا منا نغير تلك السلوكات التي تقام في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لما عملنا الإعلان ويعني تجاوبوا كثير، كل كثير من النساء يعني كل
وحده تعمل الكاطو، وحده تجيب المشروبات، ويحضروا الحفل ويساندوا صفحاتنا ويساندوا كل الاعمال اللي نقوموا بها. عملنا حفل هك صغير حتى لقينا الاعلام جاء، وفيه كثير رجال اعمال حضروا وفرحوا بهذا العمل. وكان الدور اللي قامت به المراه في هذه المناسبه كان كبير، ويمد يعني معنى اخر بالنسبه للطفل لما يجي الطفل ويشوف الام مع ام اخرى، وهم يعني هذيك الاسره كبيره كانت في مناسبه يعني عظيمه. يعني دورها هو دور اخر، في هي تتحمل لما يجوا للشبكه ويطلبوا المساعده. اغلب الاحيان يجوا وحدهم، يعني يجي الام هي الاولى تطلب المساعده. عندي ابني فيه عنده مشكل في معين، عندي ابني تعرض لخطر، عندي ابني، بعدين تجي الزوج معاها. بعض الاحيان ما يكون عندها زوج، راح تجي وحدها وتتحمل تلك المسؤوليه. احكي لك على الثاني، فيه طفل صغير في عمره 16 سنه، كان خرج من المدرسه وكان يعني تعرض لاخطار في الشارع، وحتى لجا الى المخدرات وبعض الامور اللي ماشي مليحه. جات الام تاعو بعد شافت البرامج التوعويه والتحسيسيه اللي كنا نقوموا بها، سالت ولقات باللي انه نحن نرافق المراهقين هذو في حياتهم اليوميه، وكانت تجي يوميا الى الشبكه تطلب المساعده، وتقعد مع اطباء نفسانيين وتتابع لقضيه ابنها من الناحيه القانونيه، حتى الطفل اصبح تخلي يعمل، يعني دار تكوين وتخلي يعمل في اطار التكوين، واصبح هو يروج لشبكتنا ذا ويقول باللي انها هي ساعدتني ورافقتني واشكر امي. تغير كل الطفل، تغير بالمجهود الام هي اللي كانت توقف عليها. بارك الله فيك، جهود موفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ما دمتم تحدثتم عن النشء وعن طفل قناه القران الكريم، تسعر دائما للتوعيه في هذا المجال وفي العديد من المجالات. فاصل عن برنامج قيم ومهم جدا دائما في زرع القيم الايجابيه في مجتمعنا الجزائري. قره اعين، نتابع هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك. عدد اليوم مخصص لأدب الطفل بين الواقع والمأمول تحت عنواننا الكبير قرة أعين. قرة أعين، هذا المفهوم الرباني، هذا المصطلح الرباني الذي أعتقد بأنه يصور الواقع الأمثل لأطفالنا ولأحبابنا. الانسجام الداخلي أو تقبل الذات لدى الأطفال شيء مهم جدا. المنفذ الوحيد للمعارف هي القراءة. أتمنى لو أن الآباء يقصون لأبنائهم قصص الصحابة. قرة أعين يوم الثلاثاء 9 ليلا على قناة القرآن الكريم. كونوا في الموعد. عودة لكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة في برنامجكم اليد العليا خير. حديثنا في هذه السهرة لازال متواصلا عن المرأة منبع للخير وللتواصل أيضا. إلى الجانب الميداني نعود أيضا مع جمعية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم، عمل مهم جدا دائما عن فعل الخير وعن دور المرأة في فعل الخير. نتابع هذا الروبورتاج مع الزميل عبد المنعم توشي ثم نعود بعد ذلك. رعاية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم البليدة نظمت حفل على شرف الأرملة المثالية والطالب المتميز. ركزنا في هذا اللقاء اليوم بتغطية قناة القرآن الكريم الطيبة على مشروعين أساسيين، ونقطفنا هذه الثمار بحيث تم تكريم 30، والعدد مازال يستنى، 30 أم بعمرة، يعني كل أم لها عمرة. مقاييس ما هي؟ أن معظم الأمهات أبنائهم حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية، معظم الأمهات أولادهم كانوا من نجباء التلاميذ في المدارس والثانويات والجامعات. هذا ما نريده، نريد من الأم الأرملة أن لا تشعر بضعف وإنما تشعر بقوة. يعني أكرمنا أكثر من ما يقارب 30 تلميذ، والتلاميذ هذم معظمهم حصل على شهادة البكالوريا بنقاط جيدة، و
التعليم المتوسط وكذلك التعليم الابتدائي. لدينا جوائز قيمة متمثلة في جهاز كمبيوتر، متمثلة في طابلات، وأيضا في دراجات يعني جيدة. لهذا نقول أبناء أولادنا قرأوا، انجحوا، تفوقوا في دراستكم، وإحنا رانا معكم بجوائز قيمة، وهذا النشاط يبقى مستمر. ولأن الخير عنوان قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم، كرمت الأم الأرملة برحلة إلى البقاع المقدسة، حيث استفادت أكثر من 38 أرملة لزيارة بيت الله الحرام والسلام على سيد الأنام. كرمت اليوم الحمد لله، وهذا بفضل الله وبفضل المحسنين، نشكرهم كامل. كرمت بعمرة إن شاء الله يا ربي، كرمت كأم مثالية لثلاث بنات، والحمد لله لشرف أني ربيتهم وكبرتهم، وإن شاء الله نأمل إن شاء الله يا ربي ولو إطارات كبار، وكما هذا الوطن يعني يمد لهم إن شاء الله هم ثاني يمدوا ويكونوا أوفياء ليه إن شاء الله يا ربي. ولليتيم نصيب، حيث كرم اليتيم المتفوق دراسيا في شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بجوائز قيمة. نشكر جمعية قوافل الخير، وإن شاء الله يدخلوا الجنة، وإن شاء الله نتلقى معهم في الجنة حنايا والرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. واليوم علاش كرموك؟ كرموني حطت حفظ الأحاديث والقرآن والسيرة النبوية، نجحت فيها. اليوم شرفنا ماما طوال فصول ثلاثة، وجمعية قوافل الخير كرمتها بعمرة. الفرحة تاعنا كانت كبيرة لا تصدق ولا توصف. نتمنى للمحسنين ينالوا الجزاء في الدنيا والآخرة إن شاء الله، نتمناهم الجنة. الحمد لله احنا عنا في ربع أيتام، والحمد لله رانا واقفين على قرايتنا ودراستنا، وإن شاء الله كاع الأيتام يكونوا كيما احنا متفوقين إن شاء الله. وفرحنا اليوم بزاف بزاف لأنه جمعية الخيرية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم هدات عمرة لأمي على جال تفوقنا، وإن شاء الله كاع واليتم ليست إعاقة، ونقولوا لكاع الأيتام باش يواظبوا ويدرسوا. ما أجملها من لحظات عاشتها كاميرا قناة القرآن الكريم في مسح دمعة الأرملة واليتيم. جزى الله القائمين والمحسنين. مشاهد جميلة وأعمال رائعة جدا، بصمات في واقع مجتمعنا، بصمات للخير. جزا الله خير كل من كان ساعيا إلى إكرام الأرملة واليتيم. أستاذة رشيدة، نتحدث عن هذا يعني هذه الإنجازات المهمة، من خلالها طبعا كانت المرأة جمعية أو ما أعرفه عن قوافل الخير فيها الكثير من النساء اللائي يشتغلن في هذا المجال، ويكرمنا أيضا الأرامل كما تابعنا. لعلي أتحدث عن إنجازات الجمعية أيضا، وأنتم في مجال فعل الخير، دور المرأة أيضا في هذه المبادرات القيمة. لعلي أستمع الإجابة بعد أن ننصت أو يعني نتواصل مع فريدة، أظن فريدة من تيبازا متدخلة معنا في هذه الصالة. أخت فريدة السلام عليكم. فريدة من تيبازا معنا؟ نعم، ممكن فقدنا اتصال أخت، انقطعت مكالمة فريدة. أعود إليكم أستاذ رشيد، نتحدث عن جهود الجمعية دائما في أنها تنهض بهمم المرأة نحو فعل الخير. نعم، أحيينا جمعية قوافل الخير على هذه مبادرة رائعة جدا. يعني الأم المثالية، أنها تكرم الأم المثالية خاصة التي ترعى اليتيم وترفع من معنويات اليتيم، وما يحسش اليتيم بلي راهو فرد يعني ناقص في المجتمع لأنه ما عندوش باباه إلى آخره، فهذا شيء رائع جدا. في جمعية حورية طبعا احنا نقوم على رفع مستوى الوعي لدى المرأة، هناك عدة برامج ومشاريع قمنا بها وحملات أيضا للتوعية. أيضا من أهم البرامج ربما والمشاريع، تكلم الأستاذ منذ قليل، احنا عندنا مشروع الأسرة المنتجة، هو قريب من ما قلت أستاذ، لكن الأسرة المنتجة نشجع الأسرة الفقيرة على أن الأم تخدم في البيت تنتج
سواء خياطة، طبخ، حلويات، صناعات يدوية، يعني ونديروا لهم معارض، نشاركوا معهم في معارض عن طريق التواصل مع الغرفة التجارية، ونديروا لهم المعارض تباع تلك المنتجات ويدخل لهم الدخل لهم هما. يعني ما يجيوش هذا من الأصل يمدوا يديهم، كما يقول المثل لا تعطيني سمكة علمني أصطاد السمك. فيعني يبقى ديما محتاجك انك ديما تعطيه تمدلو. لا، نحن نشجع ايضا العمل، وهذا ما نقوم به. يعني كثير من النساء يخدموا الطين في البيت، يعني طاجين يطيبوا عليه الكسره، يعني تحف، يخدموا اشغال يدويه رائعه جدا جدا، يعني حتى اعاده تدوير، يعني يقوموا باعاده تدوير. فهذا المشروع قائم يعني في جمعيه حوريه، وقامت بعده معارض للاسر المنتجه. ايضا من بين يعني البرامج، هناك برنامج الارشاد الاسري والارشاد القانوني، ولدينا الارشاد الاقتصادي. يعني مؤخرا قامت بندوه اللي هي التمكين الاقتصادي للمراه، جبنا مختصين في الاقتصاد واقترحوا عده مشاريع مصغره جدا تقدر اي وحده تدير مشروع وتدخل منه ماذا الدخل يعولها ويعول يعني اسرتها. مش لازم تكون عندها ارامل، يعني محدوده الدخل، يعني تعاون زوجها قد زوجها مريض ولا ما يخدمش ولا حتى دخله بسيط جدا. فقمنا بهذا العمل، وكاين هناك استعداد. يعني فاحنا واش نعملوا؟ نعملوا عمل شراكه من مؤسسات الدوله وبين المجتمع، هذا هو عمل المجتمع المدني، عمل الجمعيات. ونعطي نداء من هنا الى مؤسسات الدوله انها تمد يديها للجمعيات هذه اللي راهي تخدم حقيقه في الميدان. نعم. اللي راهي تقدم خدمات نتائجها واضحه وثمارها واضحه. نعم، فهي تمد تسهل لها فقط الوثائق هذه كل والتواصل، وانها تقرب المؤسسه من الاسره او من المواطن. نعم. فهذا العمل يعني نشوف فيه انا عمل يعني حقيقه ما عندناش وقت كثير من اللي بديناه، لكن هو رائع جدا. وهناك نساء يتصلوا يعني بكثرة، خاصة النساء اللي حوصوا عندهم عمل ما، وهذا أيضا يشجع باقي النساء اللي قاعدين في البيت. ربما نصل إلى مرحلة متقدمة كما مرحلة الحاجة خيرة، أنه يعودوا نساء، يعني أنه الجمعية تنظم النساء من أجل أنها تقدم العمل الخير بما تستطيع. وهنا يقولوا كما يعني اشتكى يعني المهاجرين، اشتكى وراحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم فغضتهم حالتهم، هم خلاو متاعهم كامل في مكه، جاوا المدينه لقوا اهل المدينه المناصرين، لقوا عندهم الخير كامل وتقاسموا معاهم. فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وقالوا له ذهب الدشور بالاجور، احنا ما عندنا حتى اجر. فقال لهم تبسمك في وجهك صدقه، واماطتك الاذى عن الطريق صدقه، والكلمة الطيبة صدقة، وإعانتك الرجل على دبيتي صدقة. يعني تقدر هذه المرأة اللي قالت نطلق إلى آخره، تقدر في بيتها ما تخرج، في بيتها تدير الخير، في جيرانها فقط تدير الخير، في محيطها الضيق تعمل الخير. وأنا أظن أنه كلنا نستطيع أن نقدم لأنفسنا، يعني نقدموا الغدوة بإذن الله تعالى. هذا هو العمل اللي يخلي لك الأثر في الدنيا وتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. إذا عمل جمعية حورية يقوم في هذا الإطار، بالإضافة إلى كما قلنا التأهيل الأسري والاستماع لمشاكل المرأة وحل هذه المشاكل. يعني كاين حالات راح توصل للطلاق، والحمد لله تم حلها بحضور يعني مستشارين أسريين يعني وقانونيين، يعلموا المرأة هذه وين حقها وين واجبها وكيفاه تعمل به تحافظ على هذه الأسرة اللي هي جنة المرأة في الدنيا حقيقة، ولازم تحافظ عليها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أستاذة رشيدة. يعني حتى برنامج اليد العليا خير مفتوح لهذه النماذج الرائدة والرائعة، أيضا نماذج عملية. يعني قناة القرآن الكريم إن شاء الله في هذا الموسم ستفتح المجال واسعا في مجال الخير. أي مبادرة قيمة لابد أن ننقلها إلى المجتمع الجزائري حتى يكون قدوة في العمل الخيري. أستاذة شهرزاد، لو نتحدث أيضا عن أهم الصور التي يمكن للمرأة أن تقتحمها إن صح التعبير لفعل الخير، حتى لا نحصر أو لا نحصر فعل الخير فقط في بعض الصور المادية، ولكن أكيد نحن نعلم بأن فعل الخير هو مجال واسع جدا. نعم. من الوقف، من يعني صور خيرية، لوقف العلم، لوقف كثير من يعني المجالات. أنا قلت إذن قبل قليل يعني المجالات كثيرة جدا وشاسعة. نعم. بالنسبة للمرأة، وردت أيضا وتم من ما قال الأستاذ بشابه أيضا عن مسألة ميلان المرأة إلى الخير وحبها إلى الخير،
وأنها سباقة إلى الخير. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يعني للنساء يا أيها النساء تصدقن، فجعلت النساء التي تنزع القرط من ذهب وخاتم وترمي، رأيت كيف يعني مسارعة إلى هذه الأعمال. وإذا تحدثنا عن خصوصية المرأة الجزائرية فهي أيضا مشهود لها بهذا، وبتنازلها عن كثير من حقوقها لتسهيل الحياة وغير ذلك. يعني بشهادة شيخنا محمد الغزالي رحمه الله الذي كان شيخ جامعة الأمير عبد القادر لفترة طويلة في الجزائر، فكان يستغرب من هذه المرأة التي هي يعني في سبق الخير، مجرد أنها تسهل الحياة على الزوج وتسهل الحياة هذا من الخير الموجود فيها. فكان يقول نحن النساء عندنا في المشرق لا تتنازل عن البيت، يعني عن حقها في السكن والعفش البيت وغير ذلك. قال وأنا أجد نساء تتنازل عن هذا الحق، تسكن مع أم الزوج وتتلقى يعني كثير الإهانة وغير وتصبر. فكان يستغرب لنموذج هذه المرأة في الجزائر. لذلك أنا قلت لا نحصر عمل الخير فقط في خروج المرأة ويعطى جهد معين وغير ذلك، وإنما من بيتها. نحن نريد أن تنتشر ثقافة فعل الخير وليس الفعل فقط، وإنما أن الإنسان يستطيع أن ينجز الخير حيثما كان وأينما كان. فإذا كان في بيتها فإحسانها لزوجها، يعني تفننها في هذا العمل اللي تقوم به، حتى أيضا يعني نعطي أمل للنساء اللواتي يعني قواعد بيوت والتي ربما الزوج أيضا عنده عقلية معينة لا تخرج زوجته لأفكار معينة لأسباب معينة إلا للضرورات، فهذا من حقها أيضا، لا يمكن الإنسان يحجر على هذا. ولكن نقول أيضا هي تسعى من أجل هذا، وإن أرادت أن تفعل عملها كما كان يقولون أيضا تستطيع أن تشارك في أعمال خير من بيتها. ونحن يعني في قسنطينة جمعية أطفالنا أيضا لرعاية الأيتام والأرامل، يعني كانت هذه الجمعية توفر للنساء في البيوت ماكينات الخياطة، الأدوات المستعملة، أدوات وتجمع فعلا هذا الخير لتوزعه مرة أخرى على بيوت الأيتام والأرامل. يعني كان هناك يعني هناك يعني يعني هذا المجتمع فيه من الخير العجب يعني، وربما نعم ربما ناس نسمع بهم وناس لا نسمع بهم، رأيت كيف؟ ولكن هناك إنجازات عظيمة جدا داخل المجتمع، والخير في هذا المجتمع عجيب جدا. نحن في بعض الأحيان نقبل على عمل يعني نجمع المال ونجمع 50 مليون، في لحظة يأتي واحد يقول أنا أتكفل بكل هذا العمل ويصبح 50 مليون زائدة علينا. فلذلك يعني الخير موجود. قلت أيضا جانب الإعلام، فكل من هي قادرة على نحن نعلم نتكلم من هذا المكان، ونعلم أن من يعني في هذا المجتمع من هن خيرا منا وأكثر منا كفاءة لأن يقولوا كلاما طيبا، ولكن هناك ما يمنعهن من الحياة وعدم هل الإعلام أيضا خطير جدا لما يترك لمن ليس أهل له، هو يفسد واسعا. لذلك كل من يستطيع أن يخترق هذا الميدان ليعطي الأفضل. والأعمال الخيرية أيضا قلت أن المرأة يعني هي كما نقول نحن أنسب لأعمال هذه الأقرب إلى الأيتام والأرامل وغير ذلك، فتحاول إن وجد لها يعني وقت يعني ساعد. وفي يعني الجمعية التي كنت أنتسب إليها في قسنطينة كان عندنا أطباء يعني يدرسون ويعملون، لكن يأتين يقول عندي 5 ساعات أعطيها لكم، نعم. عندي مثلا يوم أعطيه لك في الأسبوع، نعم. مهندسين كذا، ضباط في الحماية المدنية، كان معنا يعني عجب من الرجال والنساء، نعم. ولكن يعطي لك وقت معين من وقته تستثمره أنت، فالخير موجود ونسأل الله أن يعوم. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك. بقيت ممكن دقيقة معكم سيد يحيى أبو شابو في عنواننا لهذه السهرة، المرأة منبع للخير والتواصل، في كلمة أخيرة نختم بها الحلقة. في دقيقة أخي طه، حب نوجه واحد النداء لواحد الشريحة من النساء، نعم. هذه النساء المتعلمات، كان عندنا شريحة من النساء متعلمات عندهم شهادات ومثقفات متخرجات، لما تزوجوا لقوا أزواجهم كافير ومحتاجوش باش يعملوا، باقيين في البيوت. نقول لهم افتحوا باب الخير، افتحي في بيتك مدرسة، في البيت حجرة استقبلي فيها في الأسبوع مثلا ساعة ولا ساعتين في الأسبوع بعض فتيات الجيران فتعلميهن، إما أمر تعدين اللي عندها شهادة في الدين أو علوم أخرى، ولادنا كاع راهم يديروا دروس الدعم وبالدراهم. فبالتالي هذه المرأة المتعلمة الماكثة في البيت لو تخصص ساعة
للتطوع في سبيل الله في بيتها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم على هذا المقترح القيم، ان شاء الله لكم اجره واجر من عمل بهذه الفكره اليوم دي. شكرا جزيلا لكم استاذنا الفاضل استاذ يحيى ابو شابو، شكرا موصول لكم ايضا استاذ الياس مصلي، شكرا على حضوركم معنا والافاده الطيبه. استاذه رشيده قدري شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا وهذه الاضافه القيمه. ايضا استاذ شهرزاد عزوزه شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الاعزاء الشكر موصول لكم لكل من تواصل معنا في هذه الحلقه، تواصلوا معكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل في برنامجكم اليد العليا خير. طوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه. شكرا جزيلا للمخرج كريم عزوز وللمشرف على البرنامج حمزة سعيد ندير، وبمساعدة كل الزملاء والجانب التقني والزميل ديب سفيان. أيضا ألقاكم الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.